الشات نورينا خالص. استنى شوية كده الناس تجمع وبعد كده نشوف الكلام على ايه. يا عم اقعد كرسي اتاخد خلاص. نور يا محمد جمال، نور يا محمد هشام، نورينا اخواتي. احنا مش هنلعب الجيم ده، استنى لما اجيب الاكونت التاني وانا بعد كده نلعب براحتنا. حبيبي محمود، حبيبي كرسي هنا فاضي. يلا بينا كده، قعدنا بالاكونت خلاص. بص انا قلت اعمل ايه تارجت كده، بدل ما احنا سايبينها عايمة وانتوا اللي تحددوا احنا هنوزع امتى. هتلاقي في كومنت مثبت بيقول لك لما نوصل لده كذا هنبدا كذا. بدر عربية منور الدنيا، يوسف، محمود هشام، منورين اخواتي، سيف كمال، محمود وحيد. فانت يبقى براحتك يا باشا، لايك شير ظبط حالك كده براحتك انت وشوك. هنزل الاسكر الاخير، يلا ما نزلش. بس انا معايا على توبير، لو حد معاه توبير انا اللي هكسب. هو مع ولد؟ متقوليش مع ولد، انت سخيفة اوي بصراحة. مش هعرف للأسف، مش هعرف. حظ أمي أنا كريم فتح، كريم أبو عرف فتح. طيب عمر يا عم حبيبي والله زي الفل والله. طلع لكم بدري أهو في الشهر عشان محدش يقول لي استنى حتى آخر الشهر أظبط لكم الأداء. حبيبي يا عواد، ما كانش معاه ولد، ما اعرفش بقى كان معاه ايه، بس هو كان واضح ان هو معاه ولد. والله لو لعب من غير ما يكون معاه ولد يبقى غبي، يا اما الولد لما نزل اتقفلت له فول هاوس مثلا حاجه زي كده. ممكن يكون معاه كارتين وفي كارت تالت سيف اوف كاينت والولد نزل قفل له فول هاوس فهو ايه رمى بقلب جامد. انما نخسر 50 احسن من نخسر 150. كده بس هنعوض ال 50 دور في دور. الدور ده كده كسبنا 25 فضلنا زيهم. حبيبي مؤمن، حبيبي يلا. بس ممكن يكون بيخوف عادي، واضح ان هو لعيب مخضرم من الليفل بتاعه عالي قوي يعني. يا ريتني كان معايا فلاش شايلة والله. اصلا خالص انزل خمسة بقى، تنزل خمسة تظبط أداء والله. آه ماشي، ما نزلش أي حاجة. شيك أو فولد يا باشا، شيك أو فولد، شيك أو فولد. هو كان معاه توبير أعلى مني. أنا كان معايا خمستين وهو كان معاه ولدين. عليكم السلام، وضاح منور الدنيا يا قلبي. محمد هيثم منور الدنيا يا قلبي. أخوك خبر الحلو إن إحنا معانا شايبين، الخبر الوحش ان احنا معانا شايب الاكونت التاني. بس هنلعب عشان احنا لمين فلوشات كتير بصراحة. دي الفلوش الوحيد اللي مش معانا. انا ببدل على عشان يفوت. كما تدين تدان صح، كما تدين تدان. خليتنا فولد قبل كده، خليتك تفولد ب 35
فريتش يا عم انا مسامح في 15 ونزل كمان الشايب، بس لا الاكونت التاني معاه فلاش مش حاجة تبارك، ولا ده ولا ده، هو معاه فلاش بالايس وانا معايا فلاش بالشايب بالاكونت التاني، بس الاكونت التاني معاه فلاش بالشايب وهو معاه فلاش بالايس. يلا مش مكتوب عليه، بدل ما كنت تطلع كسبان تعالى تخسر 60. كريم ابو عرب قعد معايا، انا مش مبسوط بقعدتك معايا ده يا صاحبي كريم والله. وحيد انت هنا؟ طيب انا اصلا في الديسكورد يا صاحبي، في الديسكورد انت اللي مش موجود هناك. هقعد العب انا وانت بس يا كريم صح؟ انا عرفت يا كريم انت ايه مشكلتك، انت فريند مع الاكونت ده، انا عرفت انت ازاي بتعرف تجيبني. عم وحيد قاعد هنا؟ انا ما اعرفش والله، فاكرك قاعد. ماشي انا قاعد عم قاعد هنا؟ انا ما ايه اعرفش في والله، اللايف بقى؟ ليه ليه كده؟ ليه ما ليه زعلان؟ خدت بالي، ما خدتش بالي والله، انا صدمت بصوتي، انا سمعت صوتي اتضايقت اصلا. ماشي يا عم وحيد، انا داخل بالصدفة والله العظيم على الفيسبوك لقيتك لايف، بلغ. طب قول اي حاجة. انا دخلت والله العظيم، يعني بكسر ابلغ والله اخويا، انزل بس نشوف لا كريم ابو حول عرب ولا معدي تاني بالفريندات ولا لا. انا جاي لك، انا جاي لك، ارحم انا جاي امي بقى لك. يا جماعه، احنا قاعدين على ترابيزه 5، عايزين تقعدوا يا جدعان قولوا لي نروح على ترابيزه 9 تنفور، لكن ما بقاش طب ما قاعد انا بقى جاي لك تقعد على تقول لي على ترابيزة. ترابيزه 5 والاقيك انت وكريم ابو عرب نطين لي، صعبه لا على فكرة انا عشان معايا ملايين، فانا هاجي اقعد معاك، والله. لان ده شرف ليا. دي معلومه بتاع جديده دي، عشان معاك ملايين تيجي تقعد معايا؟ حبيبي يا فلبيني حبيبي، أو يعرفوا والله يعرفوا، بس هم بيشتغلوا عندنا ايه اخويا احمد حبيبي. لا يا وين؟ صاحبي، صاحبي في واحد بيمس عليك انا صاحبي اسمه محمد حبيبي، يا رجال حبيبي عاملين شكرا. منورين والله. لا استنى، انا بص على الكومنتات. هنا انا بتخض لما بسمع صوتك يا جدعان والله، انا مش عارف. يا رجال يا عم انت لو توطي الصوت بس ربنا يكرمك، لو توطي الصوت الدنيا هتبقى حلوة والله. انا كريم بيقول عوضت ايه؟ السهر في صوت الاكل. في ايه؟ او في فول هاوس نزل على الترابيزة وانا مش واخد بالي. قفلت الصوت انا خالص. كسبت مع الورق. طب ما دي حاجة كويسة، بس انما عشان ايه؟ الارض نزل عليها 3 شوية ابو بنتين. فولد ولا نلعب؟ نلعب ولا الفولد؟ فولد معاك ايه؟ استنى معايا ورق وحش بالاكونت التاني، والاكونت ده معيش غير فلوشاية واحدة معفنة بيه، فلا بلاش اللعبة. مزعلانة عم وحيد، مزعلانة كلنا قلب وحيد والله، كلنا والله، صح ومين فينا مش زعلان؟ كلنا. انا زعلان انت زعلان كلنا زعلان، انا استنى الله لحد دلوقتي خاصين حوالي 70 مليون تقريبا، فلا كلنا زعلانين مش انت لوحدك. معايا هنا ولد والحمد ومعايا لله. بالاكونت التاني ولدين، انا فولد بالاتنين يا باشا بكرامتي كده احسن من كده أهم خالص. حاجة العب ايه يا راجل؟ العب ايه يا جدع؟ واحد امبارح كانت فاتحة معايا فاتحة. لا انا بعتلك على الصفحه عشان الكود اللي كسبته منه جاب لي انه تم استخدامه من قبل، بس عادي ولا يشغلك ده، فكك بقى من شغل الرخصه ده صح، فكك عشان انا كلمتك قلت لك اللايف اللي جاي هعوضك، واللايف اللي جاي عوضت الناس، ما تجيش بقى انت تعمل لي هو الاهلي الناس لين كلها يا جدعان. وترمي لي الجمله دي كلها، وفي الاخر تيجي تقول لي بس عادي ولا يشغلك، اللي هو مستنيين يقول لك تمام على الاي دي. سيبك من الجو ده صاحبي خلاص، ما بقاش بياكل عيش معايا يا عم. ماشي هلعب بالاكونتين رغم ان انا معيش ورقه والله، هيبقى عيب لو انا رميت بقى اكونتين قصاد واحد وهو اللي كسب يعني. هو بص الرخص، بص الرخص، بس انا معايا ده ايه بالاكونت ده؟ التاني فلاش يا جدع بقى، يا جدع بقى ارحموني بقى، معايا اعلى فلاش بالاكونت التاني اتاري الواد معاه فول هاوس النحس ده. حبيبي يا مالك، حبيبي يابا، حبيبي يابا والله وحيد، حبيبي احمد رافت، يوسف يا يوسف منور، عبد النبي منورين اخواتي، معايا هنا
سبعتين وبالاكونت التاني فيه ورقتين شبه بعض برضه، بس ولا دي نزلت ولا دي نزلت. يا عم لا خلي لك يا عم النور. حبيبي حبيبي عبد العزيز، أنا داي لك دلوقتي. تعال اخويا. فاهم الناس اخويا موضوع الرصيد؟ لا بس بنبيع رصيد بس صح، بدل ما كان الشركة اللي كانت بتسحب مني الرصيد بيتنطط علينا دلوقتي. لا يا باشا، احنا نطلع رصيد للناس اللي محتاجها، بدل ما تروح السنترال تشحن الرصيد منه يبقى لك 100 140 نعم و100 145، انا ببيعه ب 130 بـ 45. زي ما كنت بتعامل مع الشركة بيه. فانت لو عايز تشحن باقة ولا حاجة انا ببيع دلوقتي رصيد. انا لسه اقول لك، انا قلت لبقى الحوار ده، قال لي خلاص كل بدل ما يشحن من عكاش هيجي لك، هيبقى ارخص انت فاهم. بس الشركه بتدفع برضو، في يوصل لك 100 صافي تدفع مش عارف 130 او 140 برضو عكاش، لا فبقى باشا حوار انا بعت صعب. لك 100 صافي، تبعت لي 130 بس عشان تعرف ان هو راجل محترم. عشان انت طول عمرك راجل محترم يا عم وحيد. حبيبي 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 استنى انا بستلم بس الهديه. انا فاتح على فكره، وما اعرفش الترابيزه اللي انت قاعد عليها انت فين. بعت لي مليون. لا لا لا، كفايه كفايه سبام، كفايه سبام صح، عسليه كفايه سبام، قال كفايه سبام. بقول لكم يا جدعان، من الاخر عايزين يتروق عليكم، في عندكم كومنت مثبت تحت عليه الشروط. بالظبط. وصلنا لتارجت من الحاجات دي، هنروق على الكل يعني. يعني احنا 37 لايك، احنا اقل حاجه نبتدي عند 60 لايك. لسه بدري صح، لسه بدري. بس انت لو في اللايف بس كل واحد عمل لايك خلاص، احنا وصلنا كل تارجت واثنين كمان. ف دي في ايدكم انتوا صح، دي مش في ايدكم انا انتوا. عليكم السلام يا يوسف، منور الدنيا. وصلنا ماشي يا صاحبي، ما تتفرجش عليا، رجالة كونكم حرام ما تتفرجش عليا رجالة. صح. وانا بجبرك تتفرج، انا مش ماسك صاحبي من ايدك بقولك اتفرج غصب عنك. احنا طالعين نروق والله الكلام، ولو كسبنا هنروق على الرجاله كلها. ما كسبناش عادي، ادينا يا قاعدين حبيب قاعده حلوه قلبي مع يا بعض. حبيب قلبي، لحد ايه يا دلوقتي باشا انا اتفضل. بكلمك باحترام. مش عايز تتفرج ما تتفرجش، بس هتسبان في الكومنتات، هدخله البان، هدخله في الصفحة. خلي بالك قشطة، يعني من السلامة عشرة في نار الدنيا. بص بص، هيدخل اهو اهو، هدخله، دخلت البان اهو. عاجبك انت اكيد، انت مش مبسوط البان داخل فيك، قذف الصفحة كده اكيد. فبلاش سبام، قلت لي انت على ترابيزة خمسة. انا مش عايز العب دودة، مش عايز العب، مش عايز. انا ايه اللي بيخليني العب الاطار الغريبة دي؟ والله انا لاعب بخمسة ستة تلاتة اربعة، خدتها فول هاوس وحيد. باشا انا دلوقتي معايا فلاش بس بالاكونت اللي انا ما كنتش عايز العب بيه، والاكونت التاني معايا ترتيب، ترتيب عادي كمان. بس هو لو هيكسبني هيكسبني بفلاش عادي، لان انا معايا فلاش بالتسعة بس. تعالى على الترابيزة كام؟ هو معايا 10 فلاش يعني 10، عشرة بكم مليون؟ ترابيزة 25 مليون، ترابيزة 822، وما تصحبش تيجي 25 معانا، عمال اخسر. تمام. لما تيجي على 9 أفراد ندلعهم على التسعة ما تصحكش تيجي تلعب معايا اصلا، انا عمال اخسر. وكريم ابو يا عرب باشا. مش أنا عارف ليه حظي نزل في اللايف، شغال. انا مش عارف يعني. انا بعد كده هتاكد ان كريم قفل الوقت على لايف، والله العظيم اعصابي تعبت يا كريم والله. طب تعالى تعالى بس اجرب معاك جيم بقى، تعالى سيبها على الله بس. انت بتقول ايه؟ ما اعرفش خليني انا بقول ايه، انا لسه اعرف انا بقول ايه. انت ورقة على الفلاش، ورا على اي النر ده حاجه، حصل معايا والاكونت النهارده مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجة. الولد كسبني تاني بالاكونت، انا اتقنعت بالاكونت. وش كريم كل ما بيجي يقعد معايا بخسر والله العظيم. تعالى على 9 تنفور. مش هتداري الورق. تعالى تعالى قول لي بس على رقم ترابيزة ندخل عليه، تعالى على وقول لي على ترابيزه الكوكب. اترنيتي كوكب 8 3 6. 8 8 3 6. جيت بدر الله. ما حدش عاد بالاكونت ينفع بتاعي عم ده، وحيد؟ عم وحيد طالع. انا قاعد ده، انا سكيت. ما انت خدت مكانها. ايه بالدور اعمل ايه حبيبي؟ ما خدت مكان الاكونت التاني. تقلي سؤال عادي، خليك اي اكونت مكان. الاكونت التاني ده هو ده. وي صح، انت وي. لا انا مش ويه، ماشي خلاص انا قاعد بالاكونت اللي اسمه اكس اكس اكس. مليار عامل كام ماشي. النهارده؟ مليار 1600. عم وحيد اما انا مش وحيد عارف مش اعمل عارف لايك على اعمل الكومنت المسابقه، انا ما قلتش تعمل لايك على الكومنت المسابقه اصلا، ما تعملش عليه لايك. لسه. انا معاك لا فولد، اسف. لا فولد، طب انا معايا اسين 9 8 ومعايا فلاش.
العب لو انت عايز، بره انا عني يا هلعب باشا، بره عني. اني هلعب. يا لو الواحد رمى 112 مليون يا ريت كان معايا في ده ورقة قلبه والله، جايب. يا ريت كان معايا ورقة. اي اوه طب كنت على طريق عيني السلام واخد انت، دخلها بولدين. طريق السلام انت. انا باقي معايا 20 مليون بره. ماشي شكرا. يا جدعان الاتين كانت مغرية بصراحة، لو ما نزلتش بقتين حرام حرام صح عليا. يا باشا، ما تنساش بس هتنزل بايه؟ وحيد ما اه تنساش صحيح الراجل هنزل اللي بإيه؟ معاك. حاضر حاضر، هو صوته عالي أوي كده؟ ماشي حبيبي شكرا. وانت صوت قلبي. كريم ابو عرب جه، منور يا كريم. احنا كده عندنا 4 انفار على ترابيزه 9 انفار، حلوه معقوله. لا أنا مش قاعد معاكم. اه ماشي، يا رب كريم وكم يقعد شويه. أنا هعليهم 10 مليون كمان وأجيلكم. حلو كده 40 كده مظبوطة. والله ده معاه فلوس كتير. العب، استنى اقول لك ايه، خلينا نزود كمان 20 وبعد كده ايه. الواد معاه 100، كان معاه 115 مليون وكسب الجيم ب 70 مليون، يعني قاعد ب 200 وشوية. ما بينتش حتى الورق. ليه طيب؟ ليه طيب؟ كريم ابو عرب، ماشي يا كريم. دلوقتي احنا معانا في الاشطاط زي الخرا، في الاكونتين ورق زي الخرا، فانا بفضل ان ايه احنا نفوله القرف ده؟ بالاكونتين. عشان ايه بس يا عم؟ انا طالع خسران يا عم. ماشي، يعني انا معايا فلوستين وينزل لي انت فلوست خسران كام تالت لحد دلوقتي؟ والله. خليني اقول لك، احنا كنا بادئين هنا 5، كنا معانا اول مليار يا عم، كنا ناقص هنا ايه 160 وناقص هنا 30، حوالي 190 مليون مثلا ولا حاجة. ايه في دور واحد على الترابيزة دي هجيبهم تاني، بس يجي بس هو الدور وكريم يقفل بس ويحلوا عني بس، والدنيا هتبقى زي الفل. انا خدت جيم وان بير بالشايب. انت فين اصلا؟ انا قاعد على الترابيزه المو 15 خالص. عشان نظرا لسوء بص الاحوال بص بص، الجويه. العبيط ده يروح لعب. بص معاك حاجه يا كريم؟ لا انت معيش حاجه وانت بس لعبت. لا ما لعبش. ايه ده كريم فلد؟ لا 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 لا، عيب والله، عيب والله، الناس تاكل وشنا يا كيمو والله، كسبت جيم كمان وان بير. الناس تاكل وان وشنا بير كيمو، عيب بعشرة. يا كيمو. يعني انا بكسب على الترابيزه من 15. يلا انا معايا بالاكونت التاني فلوش، ومعايا بالاكونت فول هاوس. ده كان دور اكونت من اكونتاتي ده. انا رفعت 32 مليون. اجيلك بقى، اجيلك اختار. انت فين؟ قلت لي انت لسه على نفس الترابيزه صح؟ ايوان، احنا لسه على نفس 8 الترابيزه. 3 6 مليون جاي لك يا باشا. تعالى طيب هنا، احنا كسبنا، كنا خسرانين 190 مليون، كسبنا الدور ده هو انا جيت، هو انا جيت 100 وانت مليون، قمت. ففضل 90 بس، حاجه بسيطه. انا معيش فلوشات يا صاحبي، انت معاك فلوشات؟ انا مش معاكم. انت مش معايا. انا قعدت على 8 3 6 ميركوري. استنى كده، يعني انا قاعد غلط. هشام اسامة قال لي يخرب، قال لي يخرب، ايه 8 3 6. قال لي يخرب، هتخرب دلوقتي صح. كريم ابو عرب بيقول لي حرمي معاك. طب ما تيجي كول بقى احسن يا كريم، عايز ايه رأيك؟ انت مش موجود معانا في السيرفر ده للاسف. معلش يا صاحبي، انا مش حاطط اي حد في السيرفر، وانت بالذات يا كريم ما ينفعش. العب ما العبش، العب ما العبش، العب العب، مش عايز العب بس هلعب. كريم قال لي ملعبش. حرمي معاك، حرمي معاك يعني حرمي، خلاص احنا انا هنعمل جيت كده، لكم. احنا 3 انفار على الاتنين دول، فخلص ممكن نعمل نوش. بس مفيش حد غيرنا بقى، فاحنا نشيك بقى، ايه رأيك؟ نشيك لحد ما ينزل لنا فول هاوس هنا ولا هنا كده، نروح رامين. ايوه كده، انا كده معايا بالاكونتين فول هاوس. شوف انت عايز تلعب بيه وانا معاك.
200 فول هاوس تقريبا، انت لك 30 مليون عندي كده. احنا مش خسرانين حاجة صح؟ احنا كده كسبانين، اللي احنا خسرناه كله عوضنا تاني. اللي جاي بقى من اول اللي جاي بكسب ده، لو في لسه جاي اصلا يعني. تعال نشوف اللايكات وصلت لفين، احنا 64 لايك، فاضل لنا 6 لايك ونقوم نلعب لعبة السنتين حسب الجدول اللي موجود في الكومنت المثبت. انا عملت فولد ومش عارف بورا ايه حتى، بس فولد بالاكونت التاني خلاص بقى. لحد دلوقتي احمد ما جاش معانا. لا انا عمال ادخل على انترتينمنتي الايه اسمها ايه يا اخويا؟ اللي هي انترنتي، معلش شاطر انا شاطر متعود عليها. ماشي، شاطر هي مش 8 6 3 حبيبي ابراهيم انترتين علي، حبيبي يابا. انترنتي. يا كومنتات بتبقى جميلة ومفيش حد بيسبقها. اه والله لا كنت بتبقى جميلة. هي لقيتها، لقيت انت مش قاعد معايا برضه. ما انا لسه مستني الترابيزه تفضى عندك التسعه دي كاملين. لا المهم ان انا اعرف دلوقتي ان انا هدوس اقعد معيش جبت ورق فيك. بس هلعب بالاكونتين برضه، بس انا معيش ورق. هنودي السنة دي لما نوصل 60 لايك. يا يوسف يوسف اتقفش. والله يا كريم انا كنت لحد دلوقتي قاعد بفكر العب ولا، بس ما دام التراميد ده صعب ارمي معاك كده كده. انت لك عندي ملايين، اوحش حاجه تكسبني وحدانك. انا قد السنه دي لا ما تلعبش. ايه بس يا راجل كبر مخك، لازم نجمد قلبنا كده عشان نكسب معروف. يا سلام، خد بوسه خد بوسه، عايش يا ممنوع. وصلنا 65 لايك اصلا. طب استنى اشوف الدور ده بيقول ايه ونقوم نشوف الكلام عليه. يعني ما جيش هو بيقول لك وصلنا 65 لايك، هتيجي تعمل ايه؟ لا صح، احمد بيقول موتي ده موتي. الترابيزة عندهم مش عايز تفضى ولا ايه يا جدعان؟ انا كده كده هقوم، اقول لي على كده كده هقوم يا باشا، ماشي وكده كده ده دور يا كريم. معلش بقى لما اوصل الاكونت اللي انا كسب ده جيش اكونت يلا. خسر. لا ما انا خلاص هقوم. تعال نشوف كريم خسر قد ايه كمان. كمان 30، انت كان لك 60 يا كريم. خليك فاكر الكلام ده. الكومنت بتاعي باين، الكومنت بتاعك باين يا محمد هيثم يا وحيد. ما تنسانيش، انا مش بنسى حد يا باشا. احنا بناخد الاسامي في عجله، العجله بقى هي اللي بتنساك او ما تنساكش. احنا هنقول دلوقتي معلش عشان وصلنا انت فعلا انا 70 لايك، معايا فلوس، كنت هنقوم معاك نعمل بس لعبه الفلوس السنه دي. التاني. ماشي خلاص معلش اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. ما انت هتبني بعد كلمة بعرب يلا. ماشي هيكو بات هيكو بات، مش ليه لفظ كويس بصراحة. أخبارك إيه يا هومي حبيبي يا كريم؟ إيه القرع الحلو اه ده يا كريم؟ إيه القرع الحلو ده صح؟ تحلق تشرب زي البط كده ليه؟ عايزين بقى إيه؟ إحنا فاضل لنا 9 لايك ونعدي الصناديق وندخل على التوزيع العشوائي. أنا ما كانش المفروض إن أنا أخلي فرق 20 لايك ما بينهم، الفرق قليل أوي، أما أرجع أظبطها أحسن. بس احنا كده هنقعد نوزع في توزيع في توزيع وخلاص على كده مش هنلعب. يلا ما علينا، هفتح لكم لعبة السنة دي ثانية واحدة. اه يابا، رقم واحد انا هلعب جيم بكل اللي معايا. يا رب كريم ابو عرب ما ينزلش على كريم ابو عرب، ما يعرفش الاكونت بتاعي. حتى لو نزل وكسبك هيدوم لك تاني ما تخافش انا لاعب على فلاشين ب 10 يا ب 3 باشا، و 9 حتى لو كسبك هيدوم لك تاني متقلقش يا باشا، مش مشكلة معايا ورق. يا باشا. كريم 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 هيخسر، راجل محترم والله يا كريم. انا وكريم بص هنطير اخواتي دلوقتي. معلش، ايه رايكم 20 لايك اه كده واروح كريم اكمل سلمي النوم؟ خد لك حاسس صحيح مش اكتر. لايك. المهم عايزين صعوبة السنة دي قد ايه؟ صعوبة السنة دي واحد، احط جايزة قليلة قوي بس هخلي 9 صناديق فيها ملايين وصندوق واحد بس هو اللي فيه خسارة. الصعوبة 2 هيبقوا صندوقين فيهم خسارة. الصعوبة 3 كل ما الصعوبة بقى تزيد 1 من 10 هزود صندوق فيه خسارة، بس هزود الملايين اللي في الصندوق أو في الصناديق اللي فيها ملايين. أنا حاليا بلعب على صعوبة 5 اللي هو 5 صناديق فيها خسارة بس الخمس صناديق التانية فيها كل واحد 10 مليون. إيه رأيك كنت تخلي الصعوبة كام؟ 3 فيهم خسارة حلو، 2 ما هو كده هيقلل الملايين. خلي بالكم ثلاثة فيهم خسارة حلوة، يعني نخليها خمسة فيها خسارة، ما انا أو كل دلوقتي واحد عاملها يختار. 5، لا 5 فيها خسارة و5 فيها 10 مليون. نصعبها اكتر ولا خليها خمسة نخليها فيها صعوبة خسارة، 7؟ خليها صعوبة 5. 5 5 5 خمسة. 3 حلو، يا ريس أنا شايف 5 إن هي خمسة وخمسة حلوة يا ريس، خمسة وخمسة.
شايفين خمسة كده؟ نورس حتى نورس كده فن مش رغوي. هستكها لو خليتها صعوبة 9 مثلا، ولا آخر صعوبة اللي هو هخلي صندوق واحد بس اللي فيه ملايين، لا هخلي فيه 200 مليون ولا حاجة. خد بالك كلامه ما بعرفش كسبني يعني. قول لي كسبك في كام؟ في واضح ان في 28 اجماع على 5 و3 يا جدعان، بس معظم الناس بتقول 5، يبقى كده 5 حلو زي ما هي. يلا بينا، يلا بينا، ثانية نشوف بقى التمبلت كده، خليها قدامكم. مش هنعمل عجلة، اللي انا هقول على اسمه يقول لي على الارقام اللي هو عايز يفتحها على طول مرة واحدة، نسبة كومنتات محدش يعني. بيفضل يقول انا ومش انا، عشان حد هيسبان مش هاخد اسمه اصلا. يعني مثلا ماشي نخلي اسلام اشرف، اسلام اشرف قول ارقامك كده صح. لا بص، اي حد هيقول انا زي الناس الحلوه اللي قالت انا دي مش هختار اسمه كده كده. قولوا اسلام، ارقام، انا شايف كل واحد يقول رقم. يا مازن بلاش نقعد، يا مازن بلاش لازمه، ايه معناها دي يا مازن؟ مش لازم صح. يا علبة، يا علبة، ده اني مازن ده. ده مازن. ماشي احنا عرفت. وصلنا 80 لايك، انا مش عارف حتى نكمل السنة دي ولا نبدأ عشوائي على طول. انا غلطان ان انا خليت 20 فرقة بس لايك ما بينهم. ودي يا ريس، ودي يا بس صح. لحد دلوقتي اسلام اشرف ما اختارش ارقام، مش عارف. ماشي ماشي ماشي، نختار ايه؟ نختار مين؟ نختار فين؟ يلا اسلام اشرف، انت تم استبعادك يا صاحبي، واحنا هنريح دماغنا من الموضوع ده عشان الناس تبطل تزن، عشان الناس تبطل تزن. هديلكم نص دقيقة، كومنت مثبت اللي هو فيه الشروط هتعملوا عليه لايك، هاخد الاسامي اللي عملوا لايك هناك وهنحطها في عجلة هي اللي تختار. بدل كلمة انا اللي عملت في الكومنتات دي، انا مش فاهم منها حاجة. نص دقيقة بالظبط هاخد الكتر رقم المثبت، احنا الكتر رقم 302 المثبت. شير. ما اعرفش بقى اشتريت كام، بس ليا عن نفسي اتفاق باللايكات. احنا بقى 84 لايك، يعني هنخلص السنة دي ندخل في التوزيع العشوائي، وفي التوزيع العشوائي ندخل في ندخل اللعبة على الطمع الروم. على طول. مش هنلحق، مش هنلحق، فانا بعد كده هزود التارجت شوية. كان الناس كلها عاملة لا كومنت، ازاي شايفينك عملت يا لايك خلاص على ابراهيم. الكومنت المثبت؟ مفيش حد كده مش عامل لايك ايه على ده، الكومنت مفيش المثبت صح؟ كومنت مثبت نزل، مفيش كومنت نزل. لا في كومنت بس انا هعمل نقطة عليه عشان الناس اللي مش شايفة، هعمل نقطة عليه. عملت الرد اهو عليه. عملت اهو. ايه ده، ده مش مثبت عندي ليه؟ لا انا مثبته ده هو اللي فيه 60 لايك، ده انا عامل عليه لايك اصلا. بالظبط، في ماشي 60 واحد انا دلوقتي فاكر عامل لايك ثبت. على الكومنت المثبت. خلاص حلو كده، ننزل ناخد الاسامي ونبدأ العجلة بتاعتنا هي اللي تختار، بدل ما حد يقول لي انت بتختار صحابك او حد يزعل مني. ملهاش لازمة، هريح دماغنا كده اصلا. ناخد أول دفعة من الأسامي، ناخد تاني دفعة من الأسامي، ناخد تالت دفعة من الأسامي، وناخد مستر بيقول لك اختار آخر مين؟ انا دفعة موفي. من الأسامي. ثانية يا بدر، عشان مش سامعك. ثانية، واللي اسمه يطلع أخواتي بقى هو المحظوظ. عرفت اكو نصيبك. يلا بينا، يلا بينا. ده اسمه انت هختار السنة دي اللي هو عايز يفتحها كلها. يقول الرقم على طول، رقمين أرقام ثلاثة كلها مش اثنين. رقم، بالأرقام كلها. أحمد رأفت، اختار صاحب السنة دي. اضرب رقم. أنا أول واحد في اللايف، ملهاش علاقة بأول ولا آخر واحد بقى. محمد يا جمال، انا عارف ان انت اول واحد معانا والله، بس هنظبطك في التوزيع العشوائي اللي هتيجي بعد السنه دي. السنه دي مش انا اللي اختار. ايه شد يا العجله؟ جدعان لايكات، عايزين نوصل 120 لايك ندخل احمد روم على رأفت، 100 احمد مليون. رأفت اختار 7 و5، بس الراجل كان هو اختار صندوقين. ادي 7، معلش معلش، على الاقل اخترت واحد فيهم صح. خلينا نبص للجانب المشرق. 50% حظك بنسبة 50% شيل معلش. اسمك، ادي 3 و2 3، ونبدا تاني نسحب الاسم اللي بعده. انا الحمد لله اطمنت ان انا الوحيد اللي هنا اللي عامل في الكومنتات باسم احمد محمد، يعني مفيش لخبطة زي اخر في مرة. احمد محمد بس مش احمد محمد انت، ده باتنين ام بقى. لا شفت بقى. احمد محمد ابو اتنين ام. اكتب يا صاحبي ارقامك اللي تنسى تفتحها كلها. يلا
يا عم ايه ده، هو والله انا ده مش اللي عارف طلع؟ اعمل لك اكونت مسبق، معلش معلش. هو بجد هو اللي طلع احمد محمد اللي هو تخيل الدبل انت ام؟ اول ما انت نطقت، يعني صدف سبحانه في واحد تاني احمد محمد اصلا اهو، مش انت الوحيد. كمان. طب يا جدعان كل اللي اسمه احمد محمد ينزل بقى انتوا من كتيبة الشات اهو، كده ما انتوا ناس كتير عايزين. وبتخلص. فين احمد محمد اللي طلع ده يا جدعان؟ مش موجود اصلا. ممكن تفتكر ان انا باتنين ام؟ ما هو مش انت يا احمد محمد، ده احمد محمد انا تاني صح؟ عارف. لا بتكلم على التاني احمد محمد اللي عمال يزيد في الكومنتات ده. اهو اهو ده اللي بعت كسب اهو. اهو، 9 و10. ادي 9 وادي 10، مبروك. عايز تكمل ولا عايز تسحب ال 20؟ وحيد وحيد وحيد، قول. السكرين ثابته على الجوجل. لا هي لسه ناقله عندي، شغالة خلاص. شغالة شغالة شغالة. ديلي ديلي ديلي. استنى علي صوت بدري شوية، أنا مستني صوت بدري كويس، مش عارف ليه صوته واطي خلاص. خلينا نعلي صوت شوية. عايز تكمل ولا عايز تسحب ال 20 صح؟ اسحب، ابعت. طب اسحب الاي دي على طول. اهرب بجلدك. بص، وقت ما تحب تسحب ابعت الاي دي، ما تستناش تقول اسحب، ابعت الاي دي على طول. هو لو شاف الاي دي بتاعك هياخده. احمد محمد 20 مليون. طيب نشيل اسمه ونسحب اللي بعده. شغل شغل، يلا بينا. زياد محمد. ولا بقول زياد؟ لك يا ريس، ممكن تشوف الشات بتاع جنرال بتاع سيرفر؟ حاضر، ثانية واحدة. فكك فكك، خد وقتك خد وقتك. احنا دلوقتي مع الراجل اللي اسمه زياد محمد. قبل ما انت تفتح تبادل الاي دي، زياد محمد بعت الاي دي بتاع، بعت الارقام 5 و3. 5، يا ساتر، 3. مش اوحش حاجة، خلينا نفنطها للزبون اللي جاي. نمسح الاسم ده من هنا. هنسحب كمان اسمين بس، الاسم ده واسم تاني، عشان بعد كده نروح نوزع عشوائي. لسه نروح انا بعد كده ندخل في لعبة الطمع، كلها تكدس ورا بعض كده، واسلوب ايه رخم شوية. اسلام اشرف، اسلام اشرف. انا كنت اخترته اصلا في الاول مع نفسي، وما هو مبعتش الارقام، فنشوف اخر مرة او تاني مرة هيعمل ايه. انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم يا ابراهيم، يا عبد النبي انت بتنزل الارقام ليه؟ هل انت شفت اسمك طلع في العجلة، ولا انا قلت مثلا اختار ارقام ولا حاجة؟ انا كومنت من غير لازمة والله. ماشي يا اسلام اشرف، اختار تاني يا اسلام. 2 و6، اختار 2 و6 اهو. انا نشوف الكلام على ايه. انت لسه بتفرنطي من ساعتها. ادي 2 وادي 6. عاش يا اسلام اشرف، عاش عاش صح. ارجع تفرنطي تاني. طب بنسحب معانا اخر اسم عشان نروح نلعب اللعبة اللي بعدها. حلوة الصعوبة، 5، جاب تحس ان اتنين. هي مظبوطة. ده رايق رايق. رشدي محمد. رشدي محمد اختار رقمك. استنى، عاد احمد محمد بعت الاي دي، نبعت له 20 مليون بتوعه. انت قافل قافل يا احمد محمد، افتح الاكونت بعد اذنك. افتح بقى الاكونت، كفايه انا خلاص شفت الاي دي. افتح الاكونت. رشدي فين؟ رشدي فين يا احمد؟ انا شفت الاي دي بتاعك خلاص، افتح بقى الاكونت. فين الراجل المحترم رشدي اللي اسمه رشدي محمد يا جدعان؟ هروش دي انا اسمي بعد 5 و3 و1. 5 و3 و1. طماع بقى، طماع. ادي 5 3. لازم تخش البوكر يا احمد ده محمد. بص انت كنت قريب، بس لو كنت خليت 3 و1 بس كنت سنك نفدت ب 20 مليون. انت قافل برضو يا احمد يا محمد لحد دلوقتي، وده كان اخر اسم معانا في ادخل لعبة ارمي البوكر. الصناديق. اللي جاي هتبقى عشوائي، كله نزل ايدات في الكومنتات. هنفعل دي وهنجيب على اللعبة، ننزل البتاعة دي تحت كده زي ما كانت. تمام، هنبتدي توزيع عشوائي لما الراجل المحترم أخيرا انفتح. أخيرا أخيرا هو أخيرا ما كانش يعرف ان هو لازم يدخل ارض البوكر. بعت له.
ناخد بقى الاسامي اللي اقول عليها تفتح على طول في ساعتها. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ احنا قبل ما نخلص تبديعه شويه هنكون وصلنا 100 لايك ندخل في اللعبه اللي بعدها. لازم اعدل على الارقام دي ونقول اللايف اللي جاي. تمام، مؤمن محمد افتح على طول الاكونت، نقول على اسمه يروح يفتح الاكونت ويسيب اللايف خلاص. لو هو مش عارف يفتح الاثنين في نفس الوقت سيب اللايف وروح خليك على الاكونت. احمد سمير، ايه ده؟ بود عبده، مين تاني؟ عبد الله ضاحي، محمود واحد او وحيد، محمود وحيد مش عارف كتب وحيد كده ليه بس ماشي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، نسحب كمان خمس اسامي يبقى 10 تنفر. مروان محمد، الراجل المحترم اللي اسمه احمد محمد مع ان هو كان بيسبام. شفت نصيبك يا راجل المحترم، جاي باخد الاي دي بتاعك اسمه اكتر، ما عرفتش اخد الاي دي بتاعك يا احمد محمد. استنى هو ظهر تاني عندي، احمد محمد. بس كمان 3 فور، انا مش عارف احنا تقريبا 7 كده مش متاكد. والهومي فين؟ الهومي لو كان نزل الاي دي مكان كلمة الهومي فين دي كنت خدت الاي دي بتاعه والله. انا اخد اسماعيل سيد، وهناخد محمد بن محمد، محمود بن محمد. فضل واحد بس كمان، ناخد مين؟ ناخد مين؟ ناخد مين؟ ناخد مين؟ خدت بالكم انا عمال اضيع وقت. اكمن الهومي يخلي عنده احساس وينزل نزل الاي دي، بس مفيش الباشا مش معاه الاي دي اصلا. ناخد مين؟ ناخد مين؟ عمال اضيع له في وقت يمكن ينزل الاي دي ولا حاجه. مفيش دم، ما في دم والله. خلاص انا اخد اي حد تاني عشان انا كنت ماشي. لا لا لا، ما تقوليش صفحه النجت والنبي، كل الاسامي اللي قلت عليها دي راحت. ايه القرف ده؟ استنى. لا ويت، اصبر الله يرضى عليك، عشان كتر الكومنتات هنرجع عندي الصفحه. اصبر. كله راح، كله راح عشان ما حدش يقول ان انا بكذب. ثانيه واحده. تكذب بقى وحيد، خلاص وحيد راحت كل خلاص. كله راح، كله حاجه رفرش دلوقتي عشان انتوا عاملين زي زومبي في الكومنتات وانا عندي متصفح بعافيه شويتين. اجي رفرش، بصوا تحت مفيش ولا قديم اللي كنت واخده. ناخد بره ده التريك من اول وجديد. انت بتستخدم مايكروسوفت صح؟ اللايفات بستخدم مايكروسوفت ايدج. اسيبهم هو كومنتات زي ما انتوا بيعلق عايزين يا اصلا جدعان، اسيبهم كومنتات. هنعيد من الاول بقى، رزقك يا هومي، رزقك صح. من الاول تاني، من الاول تاني خالص، صفحة بيضاء يعني. ابراهيم علي، زياد رمضان، بدر رضوان، مؤمن محمد، كان واحد معانا من السحب اللي فاتت ده معلش. بدر العرباوي، رزقك يا باشا. بص مش رزقك انت اللي كنت خدت الريد بتاعك في الاول، مش رزقك. رشدي، تعالى رشدي محمد، خليك بسرعة بقى معايا. كريم كشك، حسن الدمياطي، ايه الهومي وصل. كل ده معمول عشان انت اللي تكسب، خلي بالك خلي بالك، كل اللي حصل ده عشان انت عشان تكسب. وهناخد مروان محمد، انا مش عارف اذا خدت اسمك كلها قبل كده مروان، بس لو خدت اسمك قبل كده هشيل الاي دي بتاعك. اخره 30، لا لا مش الاي دي بتاعك. يبقى معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 ايديات كده بالظبط. حلو اوي، نروح نبعت بقى. طيبة كده خلاص، أول واحد فاتح. أحلى رسالة، أحلى بني آدم في الدنيا كلها. خمسة مليون كمان أهو، في واحد قافل وفر لي 5 مليون. الناس بتفتح على طول والله، الناس محترمة أوي والله. كنت مش عارف أنا قعدت عاني كام لايف لحد ما الناس بتفتح على طول. بس استنى بعتلك تريد من غير ما أبص. استنى لو قبلت تريد عن فخر. فاضل 4 فور،
كله فاتح ما عدا واحد بس اللي كان قافل، وفرتش ال 5 مليون. ماشي يا جدعان، الناس اللي بتنزل ايديات لحد دلوقتي، انتوا زومبي ولا انتوا في ايه يا جدعان؟ فين دماغكم؟ هل انتوا زومبي ولا انتوا مفيش مخ خالص ولا ايه يا جدعان؟ يا شباب كفاية ده، يا شباب في ايه؟ احنا قربنا نخلص توزيع يعني، مش يا هقولك عم احنا موقفين قدام مين؟ ايديات. انا اول واحد داخل اللايف معلش قلت وبيشوح مسح بيده شوية كده ايدي، و... اعمل له ايه؟ طيب اعمل له ايه؟ انا راجل وحش ما بقدرش. احنا وصلنا 100، يخرب بيوتكم. نوصل 100 لايك ونبدأ لعبة الطمع. طب لما الكومنتات تهدى شوية كده هنلعب لعبة الطمع، عشان لعبة الطمع محتاج ان انا ابقى عارف اشوف الكومنتات بتاعتكم يا جدعان. فلما الكومنتات تهدى نلعب لعبة الطمع. يلا بينا نروح نلعب شوية كده على الترابيزة 25 لحد ما الناس تهدى. نروح ترابيزة 5 انفار. لا لا بصوا يا جدعان، صلوا بينا على النبي، عليكم زي انا الزومبي بس في الكومنتات، اقول لكم مفيش توزيع خالص. هنعمل حاجة. كفاية ايدهات، كفاية سبام يا جدعان. عليكم زي الزومبي في الايدات في الكومنتات، هقول لكم مفيش توزيع تاني خالص. نعال بقى كده ونتكلم زي الناس في الكومنتات عشان اعرف اشوف الكومنتات بتاعتكم، نلعب مع بعض اللعبة طبعا. وحيد انت قلت اسمه مفيش حاجة وصلت عشان الصفحة هنجد من كتر الكومنتات، واخدت اسامي تانية يا عبد الله. ممكن تكون انتوا كنتوا من الدفعة الأولى بقى، معلش. وما تقوليش عوضني، انا ما خبطتلكش عربيتك عشان تقولي عوضني. اخيرا موت عدى رقم عربية الاوضه أصلا. بتاعي. ماشي. ربنا يرزقك، ربنا يرزقك. انا ابتديها كلها واحدا، انا معاك في الاول واحدا، انا اعمل لك شيلات واحدا. انا ماشي ماشي زي ما انتوا عايزين كده، زي ما انتوا حابين. انا قدامي 18 دقيقة اقفل الساعة بتاعتي واقفل لو الدنيا فضلت زي ما هي كده. اللي انت شايفه صح اعملوه بقى. نلعب نلعب ولا نلعبش؟ مش عارف يا عم. ماشي تعال تعال تعال. هتقلب فول هاوس لحد كده كده. في حد معاه 7 وبنت 7 واتنين 7 وخمسة، اي حد هتقلب له فول هاوس او لا. انا كسبت ركاوت التنس في القاعدة عادي. وحيد انت قلت اسمه، انا قايل لك عبد اللي قبل كده عبد مرتين والله. عبد الله ضحي المتصفح هنج يا صاحبي، والايديات كلها اتسحبت مرة تانية. معلش حقك عليا، دي غلطة من عندي، غلطة من عندي. انا ليه الادب، انا اسف. احاول المرة الجاية اشتري جهاز اقوى عشان لما اسحب اسمك عبد الله الاي دي ما يتوحش مني بقى. قلت لكم انت وكده حقك عليا. الاكونت التاني كان معاه فلاش كاس، بس في ناس انت قلت اساميهم وطلعوا من اللايف يفتحوا مش عارفين. معلش بقى، معلش نعمل ايه بقى؟ معلش انا ظالم، هنعمل ايه يا محمد عابدين؟ هل انا اللي قلت للمتصفح لانك؟ لا انا ما قلتش متصفح لانك والله. ام وحيد انت ليه قلت ما بتحبنيش؟ عملت لك ايه طيب يا عمري على الدراما؟ مين؟ شعلان دراما. لا انا مش طايقك من زمان يا شعلان، يعني مش حاجه جديده. انا ما بحبش الناس اللي بتقعد تقع بين الناس، وانت من النوع ده. فانا على راسي، طول ما انت محترم معايا انا محترم معاك، غير كده لا. تاني يا ضحي، طب عوضنا بأي حاجة تاني؟ ما قلت لك انا ما خبطتلكش عربيتك عشان اعوضك. عيب بقى، عيب بقى، نكبر بقى عم، كبر دماغك. ما هي الكومنتات قدامي احمد امين، واحنا المفروض نلعب لعبه الطمع دلوقتي صح؟ لعبه الطمع دي لازم اكون شايف الكومنتات كويس، فانا بحاول ارد عليهم اقنعهم ان هم ما يكتبوش كومنتات ملهاش لازمه عشان نعرف نلعب مع بعض والله. يعني انا كان اكيد مش جوه وجع دماغ. بص برضه مصمم انت بتعويضه وحيد. عبد الله انا عارف ان انت بتهزر يا حبيب قلبي والله، بس هتاخد بقى ربع ساعه والله، هخليك تعرف تشرب كوبايه ليمون بحالها، هدي اعصابك من غير الليمون. لا وكمان هتظبط نظرك معاه. انا جايب مانشستر ليمون نعناع حلو يعني بلح كده ان مش شاء الله. هاخد حاجة؟ لا هي انا كده مش هوزع تاني، انا لسه قايل حالا والله هاتوا الكومنتات عشان انا مش هوزع حاجة تاني. انا منك اطلع من اللايف بصراحة بصراحة. ابراهيم بيقول لك كنا بدي واحده. معلش يا ريس. معلش صح انت صح، انا غلطان معلش يا جدعان، اللي ما كسبش معلش. انا
فالتاني بيقول انتوا زعلانين على ايه؟ ده انا اول واحد في اللايف واسمي ما اتحطش. ما انت عشان تليك ما عملتش لايك على قائمة المثبت. يعني تخيل هي تبقى اول الملاهين واحد. تبع المخدرات ولا ايه؟ مش عارف. مالك يا احمد طارق؟ ايه يا احمد طارق؟ انا زي الفل والله يا خواجه، انت اخبارك؟ هي مالين تبع؟ لا لا لا، مش تبع مخدرات يا صاحبي يعني. بس نوع تاني من الادمان يعني، لسه ما زالتش جدول. بس اول ما تنزل هقول لك هاجي انا اول واحد اقول لك وحياة مانشستر. عارف بس انت هو نفس الديلر يعني، ده بيكون ليه ديلر وده بيكون ليه برضه ديلر يعني. حصل، انا الديلر بتاعي هنا بقى. مين انا معاكم في المشاركة ولا ايه؟ احنا لسه مسحبناش الشيرات اصلا يا عبد الله، لسه مسحبناش الشيرات، ما جالناش جنب الشيرات. ليه حرقت المفاجأة وقلت للناس انت تسحب شريط؟ انت ما كنتش قايل شريط هو حقيقي. انا ما اعرفش انا هسحب شيرات ولا لا. انا قلت احنا لسه مسحبناش شيرات، ما قلتش انا هسحب شيرات. انت كده بقى وضحت بس، ماشي. يا عم مش بحكي عني حبيبي يا احمد، انت راجل محترم يا احمد والله. انت واحد من الرجال المحترمه. انا معايا ورق زي الخرب اللي ده اكونتين والله، ورغم ذلك لعبت. ليه؟ لان انا بحب احس المغامره اللي بتبقى في اللعبه كده. لكن انت تبقى عارف انت هتكسب ولا هتخسر. لا محبش انا كده. بص، ممكن ينزل لك 7 دلوقتي ولا ايه اللي بالك فول هاوس؟ مين عالم. شفته؟ حس المغامرة هو اللي بيخليك تلعب، هو اللي يخليك تكسب وتخسر. لكن تلعب ورق حلو بس، لا بياكلش ايه ده، استغفر الله العظيم يا يا رب. ابن اللعيبة، عاش والله. اش ايه؟ انا اتصدمت. أحا، إيه ده؟ صدمة صدمة يعني. انا اتكلمت كتير يا صاحبي وانا استاهل. انا اللي نحستها زي ما بيقولوا. يلا أنا جيت، حبيبي السلام احمد عليكم. طارق والله، انت راجل محترم صح. عشان ايه؟ عشان ايه بقى؟ ما انت شفتش اخر الدور؟ عشان ايه؟ اتفرج بس، اتفرج النت اتفرج. عندي علق. دي صدمة مش ضحك. تخفيله؟ انت هتقول لي تخفيله؟ ده احلى تخفيله صاحبي، احلى بقى التخفيله الحلوه يا هنا. عم مش ان انا أنا غفلت في المكسب، لا، ان انا اتكلمت كتير وخدت على عيني يعني. انا استاهل، انا اتغريت صح. المشكلة بس أنت اتكلمت وجات زي ما أنت قلت، فاهم؟ هو مفيش احلى من التخفيله صح يا عم. ماشي، تخيل اكسب بفلاش 9 و2 مثلا. مثلا يعني ايه ده؟ ايه ده؟ فاضل لك كارت ستريت اصلا. ايه الورق العجيب اللي عمال ينزل لي ده يا جدع؟ انا بلعب بالورق بالاكونت ده عشان اسند التاني. التاني هو اللي معاه ورق كويس اصلا. صباح الفل والله. عادي يا زميلي، يعني خسرنا دور، كسبنا اللي بعد منه 3 اضعاف او ضعفين المكسب، خلاص او ضعفين الخساره اصلا. خسرت ازاي ومعاك فول هاوس؟ انا معايا فول هاوس بال مش عارف كان بايه، بس هو بلاسو كان معاه السبعة هو ملف بالريال. الشايب. انا بالاس 7 ولا بالاس الشاي زي ما الراجل المحترم ده قال لك، فهو معاه فول هاوس اعلى مني. مش عايزين تخيلات؟ ما ينفعش نلعب من غير تخيلات. لا يا ريس، سلام لا يا لا سلام بس يا عم حته شلبي مش كده شطاره. يا ريس، ما ينفعش يا ريس تلعب عم شلبي كده على اللايف يا ريس، عايز. طب انا مالي؟ ما هو اللي قال على نفسه، هو اللي قلت عليه. لا ما وعليه ينفعش يا ريس. صباح الفل. ايه ده شلبي هنا؟ صباح الفل. صباح الفل يا الناس اللي سلام. بتضحك. ما انا كنت بتكلم، ما تعرفني انك طالع لايف. اقول لك لا يا عم انا ما قلتش لحد بص على بص ناس انا بقى، كان بص داخل يا جدعان، بالصدفه. الاكونت التاني دلوقتي معاه انا. ايه ده؟ انا يا بلعب على ام نفسي اصلا يا اسطى. يا ما دين ام علينا، ده انا الاكونت ايه؟ التاني معاه اسين وشو 10، والاكونت ده اللي كسب بالستة والبلد. ارزاق، ده دليل بقى ان العب بالايه؟ بالورق الواحد. العب بأي ورقة يا باشا او انت. العب باي ورق بقى، المشكلة ان انت انا كده لعبت على بتلعب الاكونت التاني ومفيش حد اصلا بيلعب غيري يعني. على فكرة. دي حاجة تثبت لهم ان الاكونتين مش تبع بعض. لا دي حاجة اثبت لهم ان انا مش مركز، انا مركز في الكومنتات اكتر من اللايف، دي تثبت لنا احنا قصدي مش اكتر من تثبت اللعب. لهم اصلا. انا حاسس انك هتبطل اللعبة دي قريب قوي. يا رب يا رب اخويا. مين ده؟ محمد عبيدي، ما اعرفش هو قصده على ايه، بس يمكن قصده يعني نلعب لعبة الطمع. انا شايف الكومنتات ايه هدت كده والدنيا بقت حلوة معاك في الكومنتات. نلعب لعبة الطمع. الراجل اللي انا هقول على اسمه، هقول له تاخد مثلا مليون ولا اللي بعد منك ياخد الضعف. قال لي اللي بعد منه ياخد الضعف. حصل اللي بعد منه ياخد 2 مليون ولا اللي بعد منك ياخد 4، وانتوا عارفين بقى اللعبة ماشية ازاي، مش محتاج اشرح اكتر من كده. فاحنا نقول مثلا اول واحد محمد ايه عواد، تاخد مليون يا صاحبي ولا بعد منك ياخد 2 مليون؟ فكر كده على مهلك اوعى وخد واحد. دي
في لقب بيطلع قشطة. ماهر منور الدنيا يا ماهر، عايز اشوف شيرتك يا ماهر. محمد ايه عوض تاخد يا صاحبي المليون ولا اللي بعد منك ياخد 2 مليون؟ انا لعبت معايا ورق زي الخرا، بس حس المغامره اللي جوايا ما يقدرش يقول لا. احفظت ما ينفعش. فالاكونت تاني نزل له فول هاوس بالشاب والسبعه، وكسبت الدور ده كام؟ وكسبت الدور ده 100 مليون. حلو مرضيه. حس المغامره، حس المغامره يا جدعان، لازم نلعب كده. اللي بعدي الراجل اختار اللي بعده، خلاص يبقى نختار مين اللي بعده يا ونخش مغامر المغامره. في الاخر اللي بيحصل، ايد ورا وايد قدام. لا لا، ايد ورا وايد في انا دخلت 60 مليون علشان انا العب معاك في التوتال. انا جعان، انا هاكل. ناخد مين؟ ناخد مين؟ زياد مجدي. زياد مجدي تاخد 2 مليون يا صاحبي، ولا بعد منك ياخد 4؟ خلينا انت نشوف شايف الناس السالكة فين بضاعف. يا جدعان. انا 2 مليون، 4 مليون، والله 10 مليون يعني. في ناس بتشمشم مع نص مليون. اه والله، بس الرجالة محترمة ان شاء الله. ومش انا قلت حاجة مجدي، بس انا مش محمد فاكر كان اسمه ايه مجدي بصراحة. ف مجدي، انا ما شفتلوش كومنتات هنا. لو انت بتتكلم عن محمد لا، مجدي، انا محمد قلت مجدي اسمه واحد من حاجة الاصيل. مجدي ونسيت اسمه. احنا لما حاجة اسمه اه زياد مجدي اهو. فعلا فعلا، هات ال 2 مليون ايه، هات ال 2 مليون بطلعهم. ماشي، انا كنت عارف ان انت تاخد ال 2 مليون عموما. خلاص خلاص، أهم زياد مجدي كده هياخد 2 مليون وهنرستر اللعبة من تاني، نشوف اخرتها ايه. ده دي كارت على الفلاش. ايه ده، هو معاه اصلا؟ ماشي ماشي، ابعت إيه زياد، خد ال 2 مليون صح. ايوه هو بعت كمان الاي دي، راجل سريع ومحترم والله. اصبر اشوف وراه هو بعت ايه، مع انكم كان أنا ممكن شايف من توصلوها وجهة لحد نص نظري. مليار. والله والله ممكن توصلوها لحد نص مليار، آه واقسم والله، لك بالله لو وصلت لحد نص مليار هطلعه عادي. بس ايه بقى، قال لك مين؟ قال لك مين كافر؟ انت عارف مين اللي كافر؟ ابليس. ابليس كافر، الجوع ابليس والجوع ابليس. الاثنين دول اكثر من بعض. انت قافل يا زياد، انت قافل يا صاحبي. ابعت افتح شبعتك ال 2 مليون. احمد صلاح اختار الحاجه اللي بيحبها وقال لك هو الجوع. العكس يعني، احنا معايا نعمة ربي، احسن علاقه ناجحه هي احمد علاقه البني ادم صلاح باكله. بيعمل ايه؟ بياكل. انا احمد صلاح راح اه فين؟ راح عمل على بيض، راح فكره، عمل فول. على فكره اضحكك انا بقى، هضحكك والله بجد. انا كنت قايم اصلا اعمل اكل، قلت ادخل على الفيسبوك بالصدفه كده، دخلت على الفيسبوك لقيت واحد لايف فقعدت. اصلا اصلا يعني انا اصلا انا حرمتك كنت من ذاكر والله. احلى من وانا يعني. اه انا كنت نفس قاعد الفكره، ايه، انا كنت انا قايم نفس اعمل اكل الفكره. والله. انا لقيت احمد عامل شير اصلا على البتاع، بقول لك انا دخلت، انا ومين دخلت اللي لقيت لايف وحيد لسه بادئ اللايف وبتاع، قمت لسه جاي فيه. داخل طق طق طق، قمت جاي اعمل الشيرات، منزل اعرف الرجاله كسبنا كلها ان معاكم. وحيد لايف. امال انا بعمل ايه لما تقول لي كده؟ انا انتوا في ايدكم والله يا باشا، تكسبوا ولا ما بتكسبوش، اعمل ايه انا بص اكتر يا منك؟ رجاله، بص يا رجاله، من الاخر احنا 114 لايك تقريبا، تمام، نوصل 120 لايك وفي روم هتتعمل على 100 مليون. وبعد اذنك عم وحيد، ممكن اقول حاجه، قول نخليها يا صاحبي. رومين كل روم 50 مليون لا لو لا وقتك لا لا هيسمح، لا لا، لو عشان انا وقتك محتاج ان امسك الشفت بتاع الواتس اه كمان ربع ساعه. فهي لو نتكلم هتعمل، لو 10. احنا ولو وصلنا 120، ان 120 لايك وعملنا روم، هتبقى روم واحده بس. مش هينفع نطول على الجد. ماشي خلاص، لا لسه مخلصناش، لسه مخلصناش. انا عايز العب، حس المغامره اللي جوايا بيقول لي العب، بس انا قاعد باكونت واحد بس. فلا خلينا نستنى الاكونت التاني. اسلامي اشرف، انت لو معايا في لو موجود يعني في اللايف مع وحيد، انا رديت عليك على الماسنجر. لو يوسف انت عايز دودة حاجه، تاخد مليون. دودة دودة ولا دودة انت، ولا مش عارف اسمك ايه، ولا اللي ايوه بعد هو منك ياخد 2 مليون؟ دودة. دودة دودة هنشوف بقى محمد دودة الستريمر تاخد يا صاحبي هيعمل ايه. مليون، ولا بعد منك ياخد 2 مليون؟ شوف انت عايز ايه يا باشا. المادة ازاي مش فاهمها برضو، هفهمها لك قبل ما ندخل على الرئيسي. أم 9 كراسي؟ لا ما ماليش والله، خد على أم 9 كراسي. هي أم 5 حلوة كده وملمومة، والواد قاعد ب 50 مليون، وأنا أخد منه كمان شوية لما نقعد بالأكونت التاني. تانية حلوة، أنا كان معايا 2 و5 يا راجل. معاك 2 و5، انزل لك فول هاوس. اه عم لا، إن شاء الله كان معايا 2 بس، و5 نزلت كده تو بير. انا حتى لو كان معايا 2 و5 لا، بطلع انت 10 2 عشان خلاص، خدها فول هاوس أعلى مني كده كده، كنا هنخسر كل التحالات. استنى ضد، أقول فاهم، لك أنا احنا في ستريمر سيرفر اللي عند وحيد بعد. عشان أيوه حال. ده ضد، لما بحس ان انا بكلمه كده اللي هو يا ضد تاكل ايه يا باشا، والله انا ستريمر، احنا هات في لي سيرفر ستريبس عند معاك. وحيد لقيته لايف.
يا دود اتأخرت ليه؟ معلش والله اخويا ده انا ستريمر بلبس كوتش ونازل على طول كده لا يعني ما. سلام. ايش سلام. ياه مبلغ كبير بس الورق يطمع، الورق يطمع. العب ولا ما العبش؟ انا مش عارف لعبت كام لحد دلوقتي. لا المغامرة اللي جوارت ايه؟ ما استني الاكونت التاني، استني الاكونت التاني يا عم شلبي عشان نلعب بالاكونتين مع بعض، اكونت واحد بس بيسد انا الشغل. شايف ان انت يعني بتخاف يعني. هنقعد من على الترابيزه النكس دي، شوف في ترابيزه تانيه فاضيه نقعد نعدل الاكونت التاني عشان شلبي ما يحفلش علينا. يا جدعان اي حد بياخد بان كومنتات، بان كومنتات ده بيبقى من فيسبوك بسبب ان انت بعت كومنتات كتير مش اكتر. محمد ماشي احمد اللي بيقول لي ودي روم قديمون. يا ري حاجه زي كده. محمد احمد ده بقى تاخد انت ال 2 مليون ولا اللي بعد منك ياخد 4 مليون؟ يا رب نشوف اي تقدم في اي حاجه، في اي حاجه في الدنيا. نور قديمون مع رجاله. محمد احمد اه بالعربي، محمد احمد بالعربي تاخد ال 2 قديمون مليون ولا موجود اللي في بعد اللايف. منك ياخد 4 مليون؟ ايه ده ايوه انا يا مش عارف اسلام انت ليه سامعين. رميت كده صاحب الرميه بالتلازينه دي، بس حس المغامرة اللي جوايا بيقول ايه؟ طب بيقول لك ارمي. ايش المغامرة؟ هيقول لك كنت خسران. اخويا ديمون يا عم نور الدنيا. فعلا يا شلبي بالشكل فعلا حس المغامرة اللي جوايا بيقول لي انت خسران، معيش طب اي ورقة انا من الاكونت جرب. التاني. ايه القرف ده بقى؟ هو لو معاه اس ايه خلاص هو رأيك كسب. بقى؟ لا لو معاه اس ايه، هو نزل ايه على الارض؟ نزل ايه على الارض؟ انا معيش اي حاجه اصلا اللي غير معاه روم اكس بير بالاكونتين. ادي احلى خساره اهو 100 مليون اهو 200 اكشلي يعني. بس 200 200 شكرا يا شلبي. اكسبت. لا يا اسطى معيش ورقه، معيش اي حاجه بالاكونتين ايوه تعمل لي انا اي عايزك حاجه تشغل حس بقى. المغامره اللي جامد عندك يا ده. ريس. ايوه شغل حس المغامره اللي عندك ده، خلينا نشوف ولد المواهب. ولد ولد، عيب 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 يا شلبي. اسكت او بنت بقى، العب بيهم العب بيهم. مش عايز ارمي برضو لان ايوه انا معايا ورق طبيعي شبه لازم بعض العب بيهم. الاكونتين، معايا الاكونت ورق تاني شبه فيه. بعضه بالاكونتين، مش عايز ارمي واخسر على الفاضي. طيب لو معاك ولد في الاكونت معيش التاني العب. ماشي يا عم بص يا اتقدرني، ده انا اول واحد داخل اللايف انا مبقدرش يا يا صاحبي. ما انا لو صاحبي، راجل بقدر فانا ما هنقول ايه بقى؟ بص يا معيش جدعان يا جدعان، التقدير ده لما نوصل 1000 شير مثلا، ولا فاهم اي لا اقول لك حاجه، يعني. انا لو وصلنا 30 مليون شير مش حاجه، مش هقدرك برضه يا محمد هشام عشان انت سخيف بصراحه. انا لا ادعم السخفاء، سوري سوري. اوت بقى، اوت اوت. في شيء اعلى كمان. اقول لك حاجه كمان يا محمد هشام، كوبايه ليمونه صح، ربع ساعه وتعالى بيت ليمون. والله حسيتها. ربع ساعه كده روق اعصابك كده ودي الدنيا كده وتعالى. اكون انا والله يا عم من بدري ماشي، وانا عارف ان انت من بدري، انت بس نسيت وانت بتدخل الشيفت بتاعك يا صاحبي البصمه، فللاسف معتبر النهارده غياب ومش عارف انزل لك المرتب. والله حقك عليا، حقك عليا. المره الجايه تنساش البصمه بقى. ماشي زي واحد اسمه خالد بيمشي من الشغل ما يبصمش. انا ورايا مش معرفش احسن بيحكي حاجه ايه. بس هلعب. استني لحظة بس معلش هنا. الله ويا ريت تنزل فلاش، الفلاش على معايا فلاش عالية بالاكونت التاني. وحيد اللي هيطرد مليار يطلع لايف بليه. انت بعد كلمة انزلوا وحيد اللي هيطرد انزلوا مليار فلاش، دي، انت انزلوا المفروض فلاش تاخد بان دلوقتي والله. واحد ياخد ابن هاوس. يا هود انا شفاف يا عم، بقول لك اعمل لنا روم يا صاحبي. الروم هتتعمل لما نخلص نظبط صاحبي الاداء والله العظيم شوية كده بنهزر، عشان والله نعمل. والله العظيم ده هزار. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده كان انت هو خسران 200 على اخر كارت يا عم؟ 300. ابعت حاجة يا جدعان، الراجل خسران 300 دلوقتي قدامكم. ابعت ايه؟ لا اللي يقولك بحاول جدعان تصحى. روقوا كده بس في الكومنتات، روقوا انت فاهم يعني، طالعين جاست فور فن يعني. وصلنا 120، وصلنا 120 لايك وصلنا بس احنا 120. اوريدي كملنا الساعة. ينفع اعمل شباب بحساب التاني هيتحسب لي ولا لا؟ يا باشا اعمل كده كده، لو في صاحب شرات او ما فيش يعني انت كده كده بتقدر الراجل. قال لك يا باشا، قال لك اللي ملوش قلب ملوش ايه.
ملوش هو انت بتاع. كان معاك ستريت و هو كمان كان معاه ستريت مش فاهم. كان معاك ستريت برضه لا لا مش تقريبا، متفرج انت ولا كان في اي معاك حاجة. ستريت اعلى. هو مش عارف ان هو كان هينزل له في اخر ورقتين ترتيب، ده ارزاق ده اخويا. دول سايبين، دول سايبين. ايه ده؟ ليه الواد هيفضل؟ الواد ده قلبه جامد، ايه ده؟ ده الواد قلبه جايبه خالص. اقول لك الواد ده قلبه جامد مش قلبه على معاه فكرة. مثلا. هو الواد لاعب ايه ده مثلا؟ الواد لاعب باكونتين، الواد لاعب باكونتين. ها انا عارف اه هيبقى مين معاه اللي لعب سين؟ باكونتين؟ اسمع لحظة بس، لحظة هيبقى معاه لحظة يا هشام. ايه ايه لحظة حسام. عندك دوشة يا هشام. طيب، سلام سلام سلام. ايه رأيك؟ ايه رأيك في عمك الواح هو اي المدع؟ ايوه، اضرب يا عمو، اضرب يا عمو، عيب عليك. قلت له يا باشا فلوسي اضرب فلوسي يا هو ما عمو. صدقنيش. أمل الأكونتين. قلت لك يا يقول باشا لك فلوسي فلوسي يا سيبين، باشا. اعمل التعويذة، خلي بدري يقول سر المهنة بس. عبد الله ده الرجالة اللي موجودة في اللايف يا جدعان. ايه يا باشا عايز البس؟ اه والله عايز البس. فلت 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 لا لا، فلت ارميله 29 فلت يا جدع، مش هيكسب يا عم، اصبر بس شلبي. يا عم اصبر شلبي ايه؟ انت ليه مش حلو ليه بتحطها معانا كده صح؟ ليه بتعمل انا كده يا شلبي؟ انت غلطان. اللي خسرتنا شلبي الدور ده على فكرة. ماشي انا غلطان. انا خسرت بسببك انت يا شلبي. ماشي انا بسبب ماشي حاضر. انت لو تصدق بالخير يا عم انت بتعمل ايه؟ هو انت قاعد على السجاده، ما تقعد ساكت انت. يا عم انا قلت ان انا قاعد على السجاده، قاعد انا على بقول لك السجادة. صدق بالخير. بعدين انا مش قاعد على السجاده، لو قاعد على السجاده مش هبقى هنا، قاعد على الكرسي. ماشي. انا قاعد على الكرسي بالظبط كده. الكرسي على حاجة؟ لا على حسب، انت شوف انت الكرسي بتاعك، الكرسي بتاعك، كل واحد يخليه في بس الكرسي عشان بتاعه ممكن عادي يقول لك ولا انا مسميه انا كرسي. قاعد على بس بس. المخدة. انت اهو شفت بقى، قاعد على مخدة اريح من الكرسي. اه يا ابن بالظبط. اسكت يا ابن اسكت، مش ممكن عارف يقول لك انا مسميه كرسي. سيبك انت، هو دلوقتي اصلا يا عم غلط. هو انا لو ما كانش ده حافل عليه خلص والله. بس زمان ايه؟ طب خد معلش، هنعمل الروم دلوقتي بسرعه ولا نقفل؟ احنا انا مش عايز بس كنا ايه راجل كذاب. قلنا لما نوصل ل 120 لايك هنعمل الروم. احنا وصلنا ل 120 لايك، بس انا المفروض اقفل دلوقتي عشان الشفت بتاعي كان 5 دقايق. بس هنعمل الروم، ولو اضطريت مثلا ايه اقفل المايك ولا حاجه قشطه مش مشكله. هنقفل المايك لحد ما نخلص الروم، بعد كده كله اسلم الناس فداء. واقفل طيب كده. هشتغل وانا ان معاكم شاء في الله. اللايف يا جدعان والله. تعرفوا ان احنا ناس محترمه، وده كل اللي معانا حاليا تقريبا. زي ما بدانا اللايف زي ما نهيناها، هلالو معانا مش عارف 68 مليون زياده ولا حاجه. هنعمل كلم روم على احمد 100، صلاح، نطلع 45 كلم 40 ديجو. ده حلو. يلا مين دي بالنسبه كان لموضوع الروم سمعني يا عنها اخواتي. يا ثانيه يا احمد معلش، بجهز للروم. بالنسبه لموضوع الروم ثانية ثانية بس. هتدوس على كل الصوره بتاعت الاربع رجاله الحلوين اللي قاعدين تحت دول، هيبقى يبان لكم قدامكم الارقام دي. لما ادخل الروم هيبقى في فوق على الشمال ارقام، 6 ارقام بالاخضر، هتدخلوها هنا بسرعه كده. والبقال الاسرع، البقال اللي انت عنده اسرع، البقال للاسرع في عينه اسرع، ايده اسرع بقى. ما حدش يجي يقول لي انا ما لحقتش الروم. انا اقول لكم، استعدوا ربع دقيقه بالظبط هعمل الروم، واللي يلحق يلحق. المركز الاول بس هياخد 100 مليون، المركز الثاني والثالث ما لهمش حاجه، انجزوا الروم بسرعه. يلا احنا خلاص يا جدعان، خلصنا الصديق، خلصنا التوزيع العشوائي. اي نعم ما لعبناش لعبة الطمع كتير بس عشان ما كانش في وقت. ودلوقتي خلاص فاضل الروم، فاللي بينزلوا اي ديات دول معاقين. اي حد بينزل اي دي دلوقتي عنده اعاقه بصراحه. روح معكش هلا، روح هلا اقدم على العربية هلا. معكش الف عاد فضه تقعد في الروم ما راح تحضرهاش. معكش الف فضه الروم ما تحضرهاش يا صاحبي، محدش يبعت له اي دي. انا بعد كلام اطلع لايف جهز الالف فضه معلش بتاعتك من اول اللايف عشان اعرف ان اخر اللايف هيبقى فيه روم. بص يلا يا عبد يلا بينا العزيز، لو ثلاثة فتح أما اللعبة إيه؟ من الكمبيوتر. طيب اتكلم اتكلم يا استاذ، اتكلم خلاص. بص يا عبد العزيز، قول له لو فتح قول له. اللعبة من الكمبيوتر هتلاقي كلمة فوق اسمها برايفت روم، هتلاقي شخصين كده واقفين جنب بعضيهم. دوس على الكلمة دي هيظهر لك العلامة بتكتب فيها الباسورد دي بتاع الروم. اهو يا صاحبي هو شرح لك دلوقتي، هستنى بس دو نص دقيقة عشانك يا عبد العزيز وعشان الناس اللي فاتحة من على الكمبيوتر. المركز الأول طيب بس يا جدعان، هناخد ادي مليون. يا المركز الأول بس ماشي. افتحها يا جدعان، افتحها يا جدعان اهو، مستنى دقيقة بالظبط.
هو النبي عايز ادخل بس مكسر افتح. ادي البدري يوزع. لا لا مش مش هينفع، هينفع خلاص، ادي مش البدري هينفع، خلاص مش هينفع محمد يا سيد، مش هينفع. احنا وزعنا عشوائي خلاص. المره الجايه ان شاء الله لو بدري كان موجود في التوزيع العشوائي هخليه هو اللي يوزع على الاتنين. احنا دلوقتي في الروم، فجأة زبال الروم. ما تقوليش ابدأ يا محمد يا سيد، احنا مستنيين الناس تفهم برضو ايه حوار الكمبيوتر ده وتستعد. ويلا بينا 3 2 1 هنبتدي. يلا ايه رأيك في التقفيله؟ اي خدمه، هقعد معاكم. رقم الروم فوق على الشمال لا لا الاوضه، 1 6 6 8 8 6، 1 6 6 8 8 6. تك 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 تك. فاضل كام نفر؟ خلاص فاضل نفرين بس. احمد كان اخر واحد. أنا زلط. يلا بينا اخوتي. مين دخل؟ اللي هيكسب مركز اول، ملمون. اللي هيكسب مركز أنا اول هياخد لاحق. 100 مليون، مركز التاني والتالت ما لهمش حاجه عشان ما حدش يفضل يفلت لحد الاخر ويفتكر نفسه ذكي. رقم الروم اتقال كده مش جيب رقم انا لسه كنت عندكم على الفيسبوك بدري. الروم عليا ب 100 الروم مليون. على 100 مليون. اي يا آه لهوي. سبحان الله، شكلها وحش حتى حد انا برضه. ما علينا. يا قلب احمر كلاني، يا كلاني انت فينك؟ كلاني الاول كام؟ الاول 100 مليون صح، مفيش جزء للتاني والتالت، هو المركز الاول بس هياخد 100 مليون وخلاص على كده. مش مكتوب لي خالص اكسب في اي مسابقه. معلش عبد العزيز نعمل ايه طيب؟ والله استنيتك بقول لك سامحني، يا تدخل الروم وحيد قلت انت لو داخل وحيد من الكمبيوتر سريع. الوحيد ممكن اسال سؤال؟ اسأل يا صاحبي. ارزمن العب بتهور ولا ارزمن الروم دي؟ المركز الاول بس اللي هيكسب، عارف انت رزمن لو فضلت يعني ترزمن كده عايز لحد الاخر هتعمل ايه؟ اكسبها ومصيرك هتلعب. اكسبها. ما ايوه تكسب يا انا عم، فاهم اكسب يا بابا، اكسبها. اكسب اكسب احمد. انت لما تكسب مش هتدفع لك حاجه وهبقى وفرت فلوس. اكسب ماشي خلاص. لا لا اخسر يا احمد، اخسر اخسر. لا لا هكسب. اكسب يا صاحبي، انا مننا علينا ده ما ما انا تكسبوش. ايوه بالظبط كده. محمد وايه عبيدي، عبيدي انت دخلت؟ انت هنا مش التايم لاين بتاعك يا محمد عبيدي، انت نسيت بس اتلخبطت في المكان. ما بنزلش بوستات في الكومنتات. قال جندي رئيسه في الحرب بس صديق بس لم والنبي يعد بس والنبي بمساحة بس والنبي بقى بس يعني والنبي بس. يعني اتكلم كوري، اتكلم كوري احلى اسهل. حبيبي عبد العزيز والله. الرجاله كلها قاعده عارف عبد العزيز، انا مرسمينك. كنت فاهمك غلط والله يا صاحبي والله. انت راجل محترم والله. نفسي مرة ألحق أخش روم معاك. المشكلة أنت تلاقيك عندك في النت أو في الجهاز كده يعني، بس ما تتعوض كده تلحق في يوم من الأيام. إحنا في ولا في إحنا في إيه ولا في إيه يا عم أنت؟ حصل حصل والله. مش عارف محمد العبيد بيعمل إيه. هي الروم كملت كده من زمان، الروم قربت تخلص يا راجل. انا كان معايا ستريت بالستة اهو أنا كان معايا ستريت بالستة. برضو. انت كان معاك أيوة ستة وكام؟ انا كان معايا ستة واتنين. أنا كان معايا ستة وبنت. ماشي انت كنت هتاخدها. بس هو أي حد معاه 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 هيبقى معاه ترتيب. هو الترتيب نزل على أرض كامل. كل واحد رجع له حقه. ما بحبش الروم عشان ملحقش أخش، عشان كده عاملين برضو ايه حاجات تانية غير الروم يا محمد. قبلها احنا لعبنا لعب الصناديق ووزعنا عشوائي وما لحقناش نلعب التمو عشان ما حدش يعلق عليها. لعبنا بس مرة ولا حاجة ولا اتنين مش فاكر، بس هعدل اللستة، هغير ارقام بتاعت اللايكات وهعدل الالعاب اللي فيها عشان فيها اكتر حاجة انتوا بتحبوها. وان شاء الله اللايف اللي جاي هنظبط اللستة دي اكتر كده ان شاء الله. عشان ابوك صامت وانا ابتديت اقلق. ده معنى كده ان هو انا قاعد. ايه انا قاعد ساكت يا عم. هو لا بص يا ريس، قاعد هو معانا في الروم. الحدود من انا اللي 60 دخلت. ل 100 فاهم يا ريس؟ يعني ايه؟ ايه؟ يعني 60 لايك لعب لا الصناديق، لحظه 100 لايك بس. وانا تبدا انا التوزيع، هعمل كده. انا انا كنت من شويه عمال اتكلم انا خلاص. و150 لايك. لا يا شباب والله مش سامع صوتك. لا طب تمام كده مثلا. يا محمد عصام اللي عمال يرمي الاي دي ده مش ده محمد عصام بتاعنا؟ لا لا مش ومين هو. بيشتم التاني؟ مين شتم التاني؟ رئيس محمد عصام عايز يشرب ليمون. مشربه ليمون احلى شرب ليمون في الدنيا كلها. يلا لا لو شافها يا حبيب قلبي. بص عايزك تروق، تقدر تروق دمك بس اهم حاجه انت ما تتعصبش. انت الدنيا اللي رميت. طب اه الراجل اللي دلوقتي اسمه عايزين
الراجل اللي اسمه زيرو مش عارف ايه ده، يعني حتى لو كسبت صاحبي مش هبعت لك حاجة، حقك عليا بقى. محتاج يعني تحكي الراجل لنا اللي اسمه المحتاج زيرو مش عارف فيها. ايه ده، حتى لو كسب مش هيبعت له الجائزة بتاعته. لا لا لا، انا عارف ان انت بتهزر وكل حاجة، بس انت مش عارفك ان اللي انت بتكلمه ده مثلا يمكن اكبر منك ولا يمكن حد كبير في السن، عشان تحترم نفسك يا صاحبي، حتى لو كسبت للاسف مش احترموا هتاخد بعض يا حاجة. جدعان، احترموا بعض عشان الناس تحترمكم. بالظبط، تحترم الناس عشان الناس تحترمك. انت للاسف حتى لو كسبت مش هبعت لك حاجة. يعني هو الله لو الله الله، صاحبك ده مش ديمون لو هو قاعد. لحقناه مش صاحبك هو زعل. لا يعمل كومنت وهم ينزل كومنت، زعلان عليه ولا ايه؟ والله بشوف كومنتات محمد عبيد، بس الكومنتات اللي زي ما تشوفنا يا عم انا معاك من الاول، تروح منزل اهو دي انا فين فين اسمي، الحاجات اللي زي كده بشوفها وعيني بتفلتر لوحدها والله. ايوه يا عم شتمته، ناس مش محترمة. انت لما تقول له انت بدون انت كلنا كبش قوي. نطوش ما ديش شيء يا صاحبي، احنا بقينا في انحدار اخلاقي والله. ده حتى البيض غالي يا صاحبي، حتى يعني. كده. ده انحدار اخلاقي والله يا اخويا. فاضل لي ستة، لو نزلت الستة سواء معاه فلاش ممكن. لا معهوش فلاش، معهوش فلاش، معاه سبعة وكسبها بالسبعة. انا كده كده مكنتش معايا غير 40، مكنتش ناوي ان انا اكمل بيهم للاخر يعني. بس خلي بالك انا سايب احمد هنا عادي فلوس، عادي سايب احمد فلوس عادي، وهيجيبها من واحد الاخر. اسمه شلبي عملها من لا ده 40 دي طب من بعد غير اذنك ما ما تهزرش كده تاني يا عم، عشان هو مش قابل الهزار ده. بعد اذنك يعني، بعد اذنك راجل محترم ما تهزرش كده تاني، عشان هو يا مش عم. قابل منك الهزار لعب ده. جامد صح، كسبنا ماشي يا قلب اخوك. المشكلة ان احنا مش بنلاقي حق خالص، واحنا بنعمل شير معظم الموجودين مش بيعملوا سلام. سلام يا صاحبي سلام، ما تعملش شير، ما طلبتش منك تعمل شير قبل كده ماهر، يعني مش فاكر ان قلت لك يا ماهر بعد اذنك اعمل شير. تعمل الشير عشان الناس تيجي اللايف، عشان الدنيا تبقى حلوة، القعدة تبقى لذيذة، عشان نوصل للتارجت بتاع اللايك بتاعنا فنبتدي نعمل مسابقات. انت ما بتعملش الشير عشان مؤاخذة يا جدعان، كنت بقى انت ماذا؟ شايف الراجل المحترم اللي تحت منك على طول يا ماهر، على طول الكومنت اللي تحت منك على طول. احلى واحد اه يا لو عم. منك بقى ماهر بقى مش هينفع اقول عشان ده في دخلش، بس انت عارف ان لما انا هعمل ايه. هنسي الفرع يا جدعان، بينزل ورق ده طب انا محتاج اقفل دلوقتي يا جدعان، بقالي 5 دقايق المفروض اقفل، فانا هعمل حاجه حلوه، عقبال انا هقفل المايك ايه وافضل اتفرج كده على الروم لحد ما تخلص الروم، ابعت الجايزه واقفل اللايف على كده. حلو الكلام يا باشا. حلو انا الكلام، امين حلو الكلام. اروح بس استلم الشغل كده من الراجل واشوف الكلام عليها. يلا وسيب الرجاله معاكم برضه يعني. احنا هنا اهو يا جدعان، دونت ورك. ركز بروم عشان عاوز افهم الدنيا فيها كل ده بتلعبوه. يلا بص يا عبد العزيز، يعني بص بص تاخد لك حوالي ربع ساعة الروم دي ايه؟ من الاخر يعني. لا بعديها يا بقى نهار اسود، ديمون بقى يعني انا لما خلاص يبقى بقى ديمون. معايا ولدين هو يبقى معاه سين؟ ده ايه يا جدعان ده؟ تخسرت سي ار 7 اه يا اسطى، آه. انا معايا ولدين هو معايا شو اسين، يعني انا لا وقت بلعب خلاص على ولدين. انت اه بتبص بص بص اه ايه انت مفكر ان الولدين دول يا خلاص ما هو ماشي، ما هو الروم بتبقى التفاهم قافله بقى نورمال نورمال ماشي نورمال نورمال، نورمال. فالدبل بيبقى ليه الاس ليه وزن. اللي يبقى معاه اس حتى لو انت مش كذا ونزل له على الارض هيكسبك، شايف بنت اي لا لا اي انا بفكر بالاسين شلبي، انا اخر مره شلبي كنت معاك في الروم طاير قدامك بأسين. انت ناسي بص ولا يا ايه؟ عبد العزيز، اللي هيكسب الروم دي يا عبد العزيز هيكسب 100 100 مليون مليون. فالعيال بتلعب ايه بضمير شويه. رميت اخر ثانيه. انا شكلي كده يا جدعان هقوم اعمل لي الاكل او اجيب اكل. ايوه اه طبقين فول على بيضتين على لا وكله لا لا مش والله بفكر اقوم اعمل لي رز، رز بسمتي يجري يا معلم. والله، ما ممكن اقوم اعمله، بس الفكره كلها ان الرز محتاج بقى وقت وتايمر وبتاع حوار.
كلم احمد صلاح. ايه كلم اكلم ديمون. ماله فين ديمون؟ ديمون بيقول لك ديمون ليه فتح دي اخر حاجه. بص منزل ايه افهم تقصد من الدوار اللي شغاله مش عارف ايه ما في بيجمع. احمد صلاح يا ديمون هيبعت لك، هيبعت لك 100 دلوقتي. احمد صلاح هيبعت لك 100. ايه يا عم ابعت له 100 فين يا عم؟ انا معيش 100. اكله ما يا احمد صلاح انت شويه. عايز 100000؟ انت عايز 100000 يا باشا؟ لا هو معاك 100000 يا باشا بس كده. ابعت له اكونت. انا معايا اكونت كان فيه مليون تقريبا هشوفه. انا دخلت مع وحيد واتفقنا. كريم ابو عرب قسطني في 28 مليون اللي كانوا معايا. كريم ابو عرب خد حقك من على دماغك والصداع اللي فيها يعني. تبعت مليار ود يا فنان. ابعها ماشي، على نزل لك الاي دي بتاعي دي وانت بعت لي مليار. هو انا عارف ان هو كتب ليها غلط، هو قصده هبعت مليار ود يا فنان. هو فنان، عارف ان ديمون فنان صح؟ هو ولو ماشي يا ديمون مش هقول لك هو ناشف ولا مش ناشف. عندك حق ناشف يا اسطى. هو احمد صلاح مش عارف ياخد حقه اصلا والله العظيم. فاهم؟ واخد مني كمان يا عم 25 مليون. انت فاهم؟ والله العظيم يا اسطى معايا 10 تاني ونزل لي الفلاش بتاعي. انت فاهم؟ وانا لاعب ولقيت كريم لعب عليا، فانا بقول له وحيد وحيد يعني اللي هو لو كريم ما كانش كسب كنت انا اكسب، انا اللي كنت الفلاش الاعلى. ازاي بقى؟ مش عارف. طب ما انت شفت الدور بتاع الرئيس معاه سو 7 ونزل له اسيمو 7؟ ولاد معاه سو شاي بنزل له اسينو شاي. انا هدي لك حقك انشف منه. يعني ايه انشف منه؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ يا ريس يا ريس يخصني يا ريس ده يا لاوي يا لاوي. ولا ديمون اوعى تتكلم ولا بتردش. هلا بتردش في دماغي ولا بتاع لسه ما خلصتش يا اسطى؟ لا لا مش كده، انت غلط. او فلاش يعني مش هتفرق فلاش ولا فلاش فرق يعني. هو ما فلاش ده اللي هو العربي احنا كنطاها كعرب، انما هي فلاش اصلا. فلاش 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 روم دي انا حاسس ان هي بتاعت بس مش هقول اسم. انت بتقولها فلاش ده لما تيجي اسال بدر يا محترم. اسال بدر. بدر اسالك في ايه؟ بيقول لك اسال بدر انا محترم. يا باشا انت، انا من غير ما اسال بدر انت محترم. حصل يا اخويا دي محترم. بدر بقى يشهد عند وحيد وانا هشهد برضه عند وحيد. اللي في الروم راحت فين؟ ولا اللي بيخسر بيخرج؟ ولا اللي بيخسر بيخرج يا باشا. اللي بيخرج بيخسر. عبد العزيز شكرا كده. مين سي ار 7 ده؟ مين سي ار 7 ده؟ اتش مش هيحل، مش عارف. هو كاتب كده، هو كاتب اتش مش هيحل يا عم. لا اتش بقى اتعصبت علينا كلنا. عاش محظوظ ولا اديني على حظك. فده بعيد بعدين قال له روح نام بقى. حظ انا برضو اتش مش هحل. ودي يا اتش خدهم يا عم. تعالى يا حبيبي. ايه ده ملحقش انا. ده انا بقرا حلو. مرة شرف مبروك اللي هيكسب.
هنعرف بقى مين اللي هياخدها دلوقتي، اتش ولا الشخص التاني انا ما اعرفوش. دماغي فصلت حسن الزلاف عندك صحني. انا عارف الحسد ده، ايوه بيستخدم الحسد العكسي اللي هو ايوه بص اهو عليا النعمة، بس بيرميله عشان يعرفه اللي هو عادي يعني. حبيبي يا ديمو اتفضل، مستنيينك بالليل يا ديمو. مين ديمو اللي انت عمال تقوله ده؟ ديمو محمد سيد. محمد سيد هو ديمو. شلبي عارف الاكونت اللي هو الدولي اللي انا كنت فاتحه وكنت قاعد معاك فيه؟ شلبي مش عارف الاكونت الدولي اللي هو التروجن، الاكونت التروجن. اوه اتش تار اتش تار اتش تار سي ار 7 اللي كسب. يا لهوي يا ابني، هو اتش سي ار 7 اخواتي اخواتي. يلا مبروك الراجل المحترم اللي كسب رانك واحد، احنا بيتمنى قلبه على عيونك. هنضطر في اللايف ده على كده ان شاء الله، ويوم او اتنين تاني وهنطلع لايف كمان ان شاء الله. ان شاء الله ايوه الانتظام حلو برضه. معلش انا هرد على الزباين، هضطر نقفل اللايف دلوقتي. نشوفكم ان شاء الله كمان يومين. السلام عليكم.